المباراه كبير فيها اكثر. بين سير الفوز تاع اليوم راح يزيدنا كما قلت لك، راح يزيدنا ثقه وعزيمه ان شاء الله باش نكونوا في المستوى المباراه القادمه مع لبنان ان شاء الله، اللي راح نحضروا لها كما يلزم ان شاء الله. على المستوى الشخصي، لعيبه من انتاج محلي جزائري برزوا اليوم في هذه المباراه، ما يمكن لك ان تقول عن هذا الموضوع خاصه وانت من بينهم؟ الحمد لله، الحمد لله على تما على الروندمون كامل تاع ليكيب، وما نساوش البطوله الجزائريه فيها بزاف مواهب، جيست يعطيهم لا شونس والفرصه ان شاء الله، ومازالوا كاين بزاف اللي راح تما يبانوا، راح يمدوا اكثر من هاك، مازالوا كاين بزاف شامبيونو. كابتن رايك في منتخب السودان، توقعته يلعب بهذا الشكل؟ منتخب السودان منتخب محترم، احنا احترمناه كما نقولوا بالاداء تاعنا والنتيجه من الدقيقه الاولى حتى نهايه المباراه، نتمناو لهم حد موفق ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله. يس، نجم نقولوا هذه فرصه اللي كنت باش تثبت نفسك في المنتخب الاول، نجم تقول البطوله العربيه هذه؟ بيان سير، فرصتي هذه وفرصه جميع اللاعبين اللي باش تسمى باش يباسيو ميساج لو كوتش جمال بالماضي، ومازال التورنوا مازال لي ماتش ان شاء الله راح نزيدو بروفيو باش نقدروا نكونوا في المنتخب الاول ان شاء الله. فرشت المنتخب التونسي اكيد عندك اصحابك اكيد حكيت معاهم، شو حكيتوا شخين شويه كواليس؟ لا وي تفرجت المنتخب التونسي وخاصة صحابي، هضرت معاهم قبل الماتش هضرت مع بن رمضان وغيلان وبن حميدة وبن مصطفى، وباركت لهم الفوز تاعهم اللي كانوا يستاهلوه، وان شاء الله نروح بعيد احنا والمنتخب التونسي. بطولة لينا ولا ليكم؟ ان شاء الله لو ميور كي كاني ان شاء الله. فقط فقط الياس، علاش ماكش تلعب بانتظام السنة فاتت؟ علاش؟ والله ما نحبش نهضر، انا في المنتخب درك ما نحبش نهضر، ما نحبش نهضر على الطارجي، أنا في فريق تاعي يعني نخدم كما يلزم، كاين ان كوتش كاين اداره نحترموهم، وان شاء الله انا نخدم ان شاء الله باش نكونوا في المستوى ان شاء الله. فقط باش تواصلوا ولا في تونس؟ والله ما على بالي.